اعتزازا بالماضي وفخرا بالحاضر وحفاظا على إرث المستقبل، تكونت مهن البحر على هذا الشاطئ وامتداد هذا الساحل لتكون القلافة هي أول وسائل ركوب أمواج البحر، فأهلا بك. مسيكم بالخير. خير والنور. مرحبا بكم. حياك الله يا اليوم ابو محمد وابو عبد الله، نحن ضيوف عند ابو عبد الله على سيفه الخور. نعم. ولا ابو عبد الله؟ نعم عنده على سيفه. نعم. إيه عندكم اليوم على سيفه خور فكان ما شاء الله. الحمد لله. والجو زان بوجودكم. الحمد لله بوجودكم انتم بعدكم. الله يسلمكم، بشرنا عنك يا ابو عبد الله. الحمد لله بخير. الحمد لله بصحة. دامتم بخير احنا بخير الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ابو محمد. الحمد لله. ماني شي بس الحمد لله. ان شاء الله مقبلين على الشتاء و الحمد لله رب العالمين، مقبلين على الشتاء اجواء حلوه والحمد لله كل شيء ما يرام. يا مرحبا ابو عبد الله. يا مرحبا. يا مرحبا انا عاد شتيت قبلكم لبست عاد اشوفك زين. عاد اليوم ابو عبد الله دام نحن ضيوف عندك تفضل في خور فكان على هذه السيفه الطيبه، اليوم نبغى نتخبرك. الله يسلمك. اليوم نبغى نتخبرك عن القرافه. نعم. القرافه الاوليه يعني مثل ما نشوف الحين صار فيها تغييرات، والحين حتى تغير اسمها. نعم. القرافه الاوليه لها معنى، لها حرفه، لها فن، لها طريقه، ولها ناسها بعد. نعم. نحن نبغى نعرف وياك ابو عبد الله شو هي القرافه الاوليه. القرافه طال عمرك طبعا اللي هي شوف كل انسان ما في كان يسمونه استاد. هي ليش ان الاستاد كلمه استاد تركب على كل شيء، بس القرافه مميزه خاصه عند اهل البحر. صحيح. عند أهل البحر والقلاف الأصلي أدته معروفة، يعني أدته مميزة وكله شغل يدوي. السلام. ما في عنده شغل هي. بس عنده. البعض كان يقولوا عن أستاذ أبو عبد الله هم بس هو الأصح للقلاف. هي كلمة أستاذ جاءت من الساحلي اللي مثل ما بتقول في البر وشر يعمل مثل ما تقول شاحوف اشخاص راحت، هذول الاستاد الصغير. ايه مش القلاف، الكلمه قلاف اللي هو يمد بوم. ايه طوله بيصه 100 120 130 140 ما شاء الله. هذا الخبره، هذا قلاف يسمونه. اما الاستاد هذا اللي بسيط يعني، هذا اللي يساعد القلاف. الاستاد هذا اللي يعني يتعلم عند القلاف. يا سلام. فيركب عليه استاد. اما القلاف لا. هي. مش حي الله واحد قلاف بعد. في قلاليف مختصين للشغله هذه. صحيح. معلمين. انت تروح له تقول له ابيك تبشر لي، يعطيك الفرمه. يروح يبحث لك عن الخشب اللي بيركب بالشيء هذا. فهني هذا يسمونه قلاف اللي هو معدته موجوده وقليل ناذر منهم. هي. ما تحصلهم عندنا هني. احنا عندنا هني قلاليف الساحل هذا قلاليف بسيطه. القلاليف تبتدي مثل ما تقول من صور قلاليف. ما شاء الله. الصور هالخشب قلاليف. زين؟ هل دبي وهل الشارجه بعد قلاليف فيهم، عجمان قلاليف. اما الساحل هذا ما عندنا قلاليف، احنا قلاليف اللي يشرون خشب لا. هي. هل الكويت طبعا هذول معروفين مسكتين ما شاء الله. الكويت والبحرين بعد والبحرين قلاليف، لكن الكويت عاد مسكتين. بعدين طلع واحد يسمونه المنيوحي هي. يوشر على الشط هذا يوشر، تم يوشر ابوام ويوشر لنشات صيد وشرته ما بعدها وشره. يا سلام. هذا يسمونه المنيوحي، معروف يعني مشهور. قال لك هذا وشاره منه؟ قال وشاره المنيوحي. قال خلاص بقى. ما شاء الله. انزين عاد ابو محمد الحمله تخبرك بما ان ابو عبد الله قالنا ان القرافه كانت في البحرين وفي الكويت وفي الامارات وفي الخليج بشكل عام. نعم. اتوقع بالخليج كلهم كانوا يسمونه قلاف. نعم. ولا كانت تختلف المسميات؟ لا نحن ساحلنا الشرقي اكثر القلاف اللي هو يمد يوشر. هي. اللي يوشر السفينه كامله او العامله او بيوشر جالبوت او بيوشر صمعه، هذا يسمونه قلاف. هي. لان هذا استاد ما عليه هذاك، والباجين هذا لا يقول استاد الثانيين التبع حقه، لكن هذا القلاف بس بالمشط ماله يقايس يعرف وين هذاك، يمد البيص يشوف الميل كم يبى
الكوس كم يبى ميل الصدر، الكوس كم هذاك نوع الخشب، شو هذاك. في عندنا القرط، في عندنا الشريش، في عندنا السمر. السمر هذا، هذه انواع اخشاب، انواع انواع محمد. هذا كله شوف حق الشلامين. اول كان ما يبون ساي عندنا نحن، العوام قليل كانوا يبونه من الهند. لا كله من الهند، من نيبار هيبون كله من قوه. هذا الساي احنا هنا المنطقه ماله، لكن هذا بستاد يجي حق الشيره هذه يشوفها هل هي ذكر او انثى. اذا كان صمه يسمونها يريبي، هذه القرم هذا عندنا نحن يطلعون منه عطف وشلامين ما يحتاج ما شاء الله، اللي يتم على 20 سنه في الخشبه ما تنضرب مول ما شاء الله. ولها موسم، اذا كان في الصيف ما استاذ يقول خلاص ما يقص خشب حق وشار في الصيف، ما لازم ينضرب. اما اللي حق الشتاء يدش المرباع الحين هذه خلاص الموسم حق لكن الاستاذ اللي هو يشر روحه الخشبه هذا يسمونه القلاف، والباجين هذه الاساتيد بامره زي البناي الاستاذ او العامل. يا سلام، هي هالشكل هذا اللي شفناها من نحن. يجون اكثر وين عندنا نحن منطقتنا، ما قال ابو عبد الله اللي يسوي اشخاصه شلمان مكسور، هذا عندنا موجودين عندنا. كانوا احنا عندنا الصنادله وخور كلبه ما لحقنا عليهم يشرون خشب، بس خشب دانقيات كبار يشرون ما شاء الله، بس انقرضوا صنادله هاي يخصوننا نحن. لكن طلعنا نحن يجيبون من الباطنه اكثر، منطقه الخابوره هاي في الباطنه، هي في الباطنه نعم، ولايه الخابوره هذا فيها ساتيد حمد بن عبد الله بعد لليوم باقي الله يكون في عونه مسكين طايح. الله يشر العام لروحه، كان ثويني يعرفونه بعد يا هنا وسكن بمربح ثويني نعم، نعم يشر عوامل وشروا عامله ما شاء الله، عامله روحه نفر واحد وشرها فعندنا في كلبه نفر واحد وشر عامله كامله ما شاء الله، روحه يقص روحه هذاك نعم حياه مبارك الصوري يعرفه. كان عندكم ما اعرفه يشر عامله كامله يوشر نعم. حتى اللي يلسون عداله ما يساعدونه يشق يشق عطفه ولا شلمان ما شاء الله، هذه اللي شفناهم نحن عندنا نعم. اما قبلنا نحن كان في واحد استاذ مال عامله يسمونه بن مهنا، وبعدين الاساتيد لما يشر لك عامله فيها سير تخم فيها ولا بتشو المالج والثاني مطحلات ما تمشي السبيل، لازم يكون استاذ اللي هو استاذ على هذاك اللي يشرها صح اللي يشر هذا اسمه بن مهنا. شو بقول لك ما يحتاج ما عامله سايرته ما شاء الله، هي قال خدمه من مهنا حياتين اللي في الوشر يا اخوك ممدوح يا سلام. البيص حطوا له قطعتين لمسال بنا سالب الروح الله الله، البيص بس قطعتين اذا ترى صلاه ما يخدم ما ينفع بس سنتين قطعتين. هذا بقى حياه من مهنا نحن لحقنا عليه وشر عامله اسمها البهنسه ما شاء الله حق عبد الله بن علي عبد الله بن زين. هاي ابو محمد على ما ذكرت يعني في اسماء، في اسماء نعم الاستاذ يعني الرئيسي هو هذاك يقول القلاف قلاف نعم، واللي هم تابعين حق هذاك اللي يضرب الجدوم يضرب بشاره اللي كلفتي قوبر هذه الاساتيد زين. قلاف عن قلاف يفرق نعم، وابو عبد الله بن اتخبرك يعني القلاف يعني يوم بيازونه عن العامله اللي بيوشرها نعم، غير عن قلاف الثاني نعم. فنحن بناخذ معك اجره القلاف، كيف كانوا ياجرونه، كيف كانوا يتفقون مع العامله على مساحتها على الامور ادق الامور في العامله عسبت يبدا في وشر العامله هذه. والله طال عمرك العوامل والقلافين والاساتيد هذه ترى هم يسموهم قلافين ويسموهم اساتيد صحيح زين. انت اتي تقول لي انا مثلا ابغي 30 فوت 40 فوت والخشب انا بجيبه وكم تبغى علي؟ صراحه ذيك الايام يعني حد يقول ب 1000 درهم، حد يقول ب 500، حد يقول ب 400 فيشترط وياه ابغي هالشكل ابغي هالشكل ابغي هالشكل، ومن ضمن الريوق طبعا يقول انا بيجي من مكان غير الريوق عليك والغداء عليك، فيتفق وياه بربية المعلومه الطول والعرض والفنة طبعا يكون الزعيمة هذه أو الشاحوف هذا اللي بيشره هل كثر أبغي فوت الخن
الصدر، البشين، فيتفق وياه بهذا المبلغ. يعطيه جزء وجزء دفعة ثانية ويوم آخر شيء الدفعة الثالثة، ويختار القلاف المزبوط. يختار اللي وياه الأساتيد الزينين، وأيضا يختار لي هو هذا صاحب المحمل، يختار خشب مثل ما قالوا زملائي، الخشب يقصوه بالشتاء، لأن إذا قصيت لي لهم هم يعرفوا أهل القلاف هذا، يعرف هذه الخشبة إذا قصيتها تضربها حشرة والدوب تنخرها الحشرة. صح. فهو يقول لك أنت وفر لي خشب يعني مقصوص مثلا بشهر ثلاثة شهر اثنين، أنا بقلف ليك بشهر ستة، بشهر القلافة أزيد شيء يقلفه شهر ستة وسبعة وثمانية في القيض، في القيض على أساس الخشب يقصوه بالشتاء ويخلوه يبس. ودائما البيص، يعني البيص عبارة حين عن شاصي مال سيارة، إذا اخترب البيص وضاع خلاص ضاعت السفينة كاملة. صح. والشلامين هي هذه اللي تمسك من الـ من من الأو من من الطرف هذاك إلى الطرف هذا يكون تود، فلازم يكون هذا من السدر أو من القرط. يعني هي أخشاب معينة لها. معينة القرط والسدر، وإذا كان ما موجود وهو هذا عنده أموال عنده كده يجيب وساي. ما شاء الله. يستوردوا ساي من الهند، والساي من أحسن شيء. أول شيء خفيف لليار، يعني إذا 20 نفر يروا هذا من القرط والسدر و20 يروا من الساي، لا الساي يغلبهم وأقوى شيء. ما شاء الله. هي. والأساتيد مثل ما قال أبو محمد اللي يقدح للمسمار غير، واللي يقوبر للمسمار الحفرة الصغيرة اللي يسوي فيها المسمار هذا غير، واللي يسوي الكلفات القطن بين الخشب والخشب هذا غير. فكل يعني هو لكن كل شيء له ناسه، بس هذا المشرف القلاف الرئيسي اللي يصنع السفينة واللي يمد البيص واللي يسوي الشلمان واللي يسوي العطفات هذه. زين. كل هذا هو المسؤول الكبير. زين. اللي تعاقدت وياه. لكن هذه لا. على طاري تعاقد أبو عبد الله، يعني بداية يعني قلافة العاملة تيجي باتفاق من النوخذة والقلاف أبو عبد الله. نعم. فبعد الاتفاق هذا يتم العمل على أنهم يجهزون هذه العاملة. نعم. أنا بأخذ معاك من البداية أبو عبد الله. إن شاء الله. بعد ما يجيبون الأخشاب. طبعاً. يبدأ عاد القلاف بشغله. مثل ما تكلم أبو مطر وتكلم أبو عبد الله. خاصة وشر العوامل القلاف الرئيسي العود يعني ما يوشر عوامل. يقول لك أنا مثل ما أتكرم أبو مطر في قلافين خاصة يمدون العوامل. يمدون الشواحيف ديك اليوم الساحل هذا عندنا عوامل وشواحيف وبقارات، عرفت؟ أنا أريد أعمل عاملة أشوف ذيك اليوم ما في شيء يسمونه فوت. ذيك اليوم ذراع. بالذراع يقيت. بالذراع هي. أبحث أول شيء عن البيص. عن العمود الفقري. وأبحث عن العطفة اللي وراء والميل اللي قدام. يكون لها ميلين. ميل وراء وميل قدام. أبحث عنهم. أوجدهم. أي عند واحد عنده نخل. عنده قرط. طبعاً هو من أحسن شيء القرط. القرط هذا ما يفني دب حياته، وخاصة في البحر. صح. إذا ما حصلت قرط أرجع للسدر بس. هي. إذا ما حصلت القرط السدر. أرجع للسدر. السدر انقصيته في الشتاء وانقصيته في القيض، ليش؟ إنه يفرق عن اللي تكلم عن أبو مطر اللي هو بخور شلبة. فرق. هي. السدر أي وقت، حتى بعض القلاليف نقصها له ونيبه ويقعد يسحته عادي. السدر. هي. السدر والقرط. اذا بس القرط احسن عن السدر بعد. طبعا القرط هذا من افضل
حتى سعره اغلى يمكن يكون. لا ذيك الايام اسعار بسيطه. من النخيل هذا اليوم. من النخيل. يوديه الاستاذ يروح روحه ويشوف. شوفه. يشوف الاستاذ وين. انا عندك نخال اجيب الاستاذ اقول له ها شو رايك بل. اذا عجبك. اذا عوي بعد ما. قال لي لا خلاص هذا زين. اذا البيص شاحوف يبي له وصله واحده يسوي له وصله واحده. وين يسويها؟ العامله تصير في ما تصير قدام الوصله تصير في التفر. من حياب ورايح. هذه الوصله تصير ليش تجي مرتفعه شويه صح مثل شعب اما كل بيص ينعمل لازم يكون من التفر ورايح هذه العامله سواء كان الشحوف اذا وجدت انا هذا كله كله اسعار بسيطه بمطر نعم. عندنا خيال قال عمي قص قال قص حلالك اللي تبيه بعدين انت عاد تعطيه ما يبه اي على حساب الاستاذ عرف ان هذا استاذ اقول له شوف ابي عامله سياره ايه مشايه ايه قال لك ولا يهمك ولا دلقه ترى في استاد يعمل بس من تركم فيه اربعه خمسه دانت طاحت هذا من شنو؟ هاي حملتها ضعيفه الحمله مالها ضعيفه وكل محمل نظرته في العوالي ايه اذا انت انسان صاحب بحر من تشوف المحمل هذا تشوف عوالي العوالي اللي هي شو؟ عوالي اللي هو الصدر صدر بعد الميل ايه العوالي مثل الميل هذه ايه اذا كان العوالي ملمومه قال لك هذا وشار صراحه هذا القلاف ينعرف انت عند انا شو لو بشتري بوم مشتراي يمكن في بوام عوامل موجوده وايدين ايه لكن من اشوف عواليها مدحبه اقول لها ما بيها حتى بعد ومدي من الصور على ورا كذا لعد ارتفعت شوي سوت الحمله عاد ما يحتاج اي مرتفعه هذه ما تشيل بحر ما تشيل بحر ولا تاخذ حتى في الدفار تكون بسيطه وشايله عمرها هي. يا من استادي وصار لك عامله لكن ما عنده خبره في وخاصه العامله وين تطلع بالحياب هي. يطلع لك من الحياب الحياب اللي هي شو بعد اللي هي من من من, من نص العام من ورا العامله ورايح من الاخداع من الاخداع الوسط اللي هو الوسط الوسط العامله الوسط العامله هاي يسمونه الاخداع شوف هذه القلاف الذي اتفق وياه مثل ما قال ابو محمد شمته وشرى لي قالوا طبعا اول شيء الشروط ان الريوق عليك على صاحب المال الريوق والغداء هذا على حسابه هذه ما محسوبه من الاجره على حساب انه اخذها او على حساب اللي يبغي العامله هذه هي على عليه القهوه من الصبح يسوون القهوه ناس يجلسون عداله ناس عدال عداله ويجون يسولفون ناس يجون مد عاد هو عنده عدته هذه ويجيبها ويشر كل يوم بروح بعض الساعات مد بروحه نعم ويحط علي ويا استاذ اذا كانت عامله عوده وكان هذاك مستعجل عليها يشوف له واحد بعد على اساس انه يستحدى ذيك اليوم عندهم مياشير نفرين واحد من هناك وواحد من ذا يقصون العطاف ويقصون شو اسمه أول يبنيها بالبيص والمالك والثالث الأولى والثاني وبعدين يحط العطف بعدين الشلامين بس تراكيز الأوليات العطف واحدة هنا واحدة هناك تراكيز يسمونها هذيلا تناكيس هذيل وعقب الشلامين عقب الشلامين لكن العطف العطف أهم شيء عليهن هذا العطف اللي هي تربط هالشكل الشلمان مفتوح الشلمان معطوف أما العطفة لا صاكة بعضها بعض تكون حتى بحجمها طبعا واحده تطلع لا لا وحده بس وحدة ما مفتوحه من ما مفتوحه من تحت هي 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 تكون طبعا وحده طبعا وحده تطلع وبس للنص بعد من فوق خلاص توقف خلاص هذه للنص حدها هذه هي اللي تشد المحمل سواء كان بوم ولا كان جالبود ولا كانت عامله ولا كان شاحوف من دون عطف ما ينفع صح زين عاد نعم ابو محمد بتخبرك الحين اللي يطلبون العاملة هذه نعم منو هم نواخذة تجار في ذاك الزمان منو اللي يطلب العاملة لا صح بس اللي صاحب ما كلهم البلد فيها أربعة ولا خمسة هي. اللي هم أصحاب البرية هذيل هو اللي يطلبها صاحب النوخذة صاحب البر هي. اللي يسوي العدة مال البرية يسوي هذا هو اللي عليه العاملة البحار ما عليه شيء ما له شؤون روح النوخذة هذا ما اللي هو بيسوي العده بيسوي القبلان بيسوي الياخ بيسوي هذا كله هو عليه العامله روحه يسويها هو ناخذ نفسه هو يطلب هو اللي يتفق مع القلاف وهو روحه ويصير ويتفق ويا القلاف ويتفق ويا ويشوفون وين قلاف مشهور بعد يكدون
وين وشير زين. عاد هنا شوف في الخشب عنده قال لك كم حطبة تبا، حطبتين ولا ثلاث، يعني مشروع هذاك مشقوق هناك في المكينة شا قلت لنا يمكن 12 لوح كل خشبة الوحدة، قال لك كم تبا حطبتين ثلاث أبو عبد الله نعم. صح على يتفق أول بعدي وياه يجيبه هذا كله يشتريه ويقول له كم اتفق وياه 1005 ذاك الأيام 2000 كان الأول، وعقب وصلنا لين 4000 درهم ما شاء الله. هي لين 4000 بس نفر واحد يشرها، نفر واحد بارك الصوري يعرفه نعم، حياة ثويني يعرفه، نفر واحد يشر خشبة واحدة الصوري معروف نفر واحد الصوري. أنا اللي الحين شاهدناه بعيوننا شفناهم عندهم ما شاء الله. وبعدين الخشب أحسن شيء الساي، بعد الساي منطيج. بعدين الخشب هالفيني هذاك الثاني. لكن بس هذاك هاي. قال بس اللي يبونه من برا أحسن شيء الساي. كله ما عدنا نحن. ما عدنا الشواحيف طالع. بس السدر من عندنا. لا هذا العطف. بس أما اللوح. عن اللوح. لازم من برا. يعني قليل الساي تقدر فيني منطيج. هذا ثلاث سنة من سنين واحد. كله من برا. سمونه. قوم سعد واستاذ معروف يعني ابراهيم سعد ابراهيم سعد معروف وعندهم بيذامة عودة في وين كان هذا الخور هنا في الخور شاف بيذامة قال لله اوشر منها شاحوفه بيذامة وقصوها شرحها شقه شق ووشر شاحوف ما يطوف محمد ورغم انه يطني زود كل يوم يقول لك هذا موشور من بيذام من بيذام ما شاء الله يعني كان لوح البيذام بعد روحه يطلع ايه صح ماشي يعني ارده خشب البيذام ف يعني شوف الاستاد او الجلاف اللي مضبوط يعني يعرف يطلع اللوح منين وبعدين هو اللوح ما ياخذ الظهر ايه ياخذ البطن بس صح الظهر يقطوه ياخذون البطن انت لو تقول واحد وين البطن يقول ما اعرف البطن تروح اول منه ومنه وين البطن عاد البطن اذا كانت مثل ما هذه ياخذ البطن واحده اثنتين ثلاث اربع خمس ست لين الظهر هذا منه ومنه اثنتين هاي توقف هذا قطه ما هذه قطه خذ البطن بس قلت لنا المكينه مجاهز السلام منك من بلاده يعني تعلمنا احنا وشفنا والحمد لله يعني تعرفنا الحياه من وراهم هذول ما شاء الله نشهد هي. زين عاد يعني بتخبرك عاد ابو عبد الله قلافه عامله السفر غير ولا كانت حق الصيد غير ولا كانت الغوص على اللولو غير طبعًا. تختلف طبعا شو الاختلافات فيها في من ناحيه القلافه القلافه طال عمرك هذه السفن العملاقه هي. اللي سافروا فيها الحين يعني هالبحار هذه هي. هذه كبيره يعني حمال مثل ما قالوا الاخوه 4000 5000 تحمل الحين في ميناء دبي بتشوف لنجات هي. من خشب تحمل لها 40 سيارة 50 سيارة ما شاء الله هذه لابد انها ما يوشرها واحد وخمسة وعشرة هذه لها طقم يعني يمكن 50 نفر 60 نفر الخشب مالها اما يجي مقصوص وجاهز ومرتب او انها تي هنا من يعني بتعب مثل ما قال ابو عبد الله ميشارة كبر اكبر عن الريال واحد منه واحد منه لازم تكون أخشابها متينة إلى السفر إلى تصارع الأمواج هذه رايحة تروح إلى الهند تروح إلى بمباسا تروح لازم إنها مرتبة ترتيب حلو وخشبها يعني يوم بنوشر مثلا البيص يمكن 5 طن مال الشاحوف ولا مال هذه يمكن 30 طن 50 طن الدقل مالها مثل ما يعدلوه يصقب الدقل مثل ما يقول يعني المصطلح مالهم قال لك اصقب الدقل ما قال ركب الدقل لا اصقب يعني يمكن 50 نفر 60 نفر يا الله يشلوا الدقل ما شاء الله فهذه صناعتها غير اخشابها غير مساميرها غير كلفاتها غير اللي يشرف عليها غير قلافه يعني حتى غير يختلف قلافه بعد يختلف قلاف نعم القلاف مال هذا الشاحوف ومال هذا ما يقدر يقلف هذه السفن اللي هي بتعبر المحيطات وبتعبر البحار هذه لها ناس يعني اللي يصنع هذا اللي يقلف الشاحوف والبتيل
والعامله هذه الزعيمه هذا حتى مثل ما قالوا الجماعه انا فرين ثلاثه، لكن هذا لك لا يقلفها ناس على مستوى عالي على مسؤوليه، هذه مسؤوليه كبيره هذا صحيح. فهذا يعني ما شاء الله عاده قلافه العامله تختلف ابو عبد الله مثل ما قال اذا كانت للصيد ولا للسفر ولا للغوص شوف. تختلف من قلاف لقلاف بعد. لا لا شوف من ناحيتنا عندنا هني هنا هي العامله مال الضغوه نمد فيها الغوص، الشاحوب مال الضغوه نمد فيه الغوص، تمد فيه غوص عادي ست اشهر من هني لين الدور نروح فيها ما شاء الله. مع غوص الخليج غوص الخليج من هني للدور يعني وين عارف الدور؟ الدور هو اللي راس مسندم هذه يركبون فيها اكثر 15 20 بين غيص وبين سيب ما شاء الله. كل عامله ذيك اليوم ما مخصص خاصه للغوص هذه العامله يوم ماشي بريه وسموا سم الغوص بدوا فيها ركبوا الدقل وركبوا الفرمل وركبوا السكان وحطوا الاشراع وحطوا اغراض بتانكي الماي زين في الصور قصبون الصين سريدان وحطوا سريدان صغير زين وتانك وخزان ماي صغير وسووا سفيته مني ومني عشان يحطون فيها المحار نفس الشيء ومدوا فيها كل واحد مودي ليه حصير ولا ما عنده حصير بعد نوم على السيفه بروسي بال كل نوم من الشرع الغبينه نام على السيفه ما عندهم يعني نوع من التمدن ولا شيء صح ما عندهم الاشياء مدوا فيها الغوص كل غيص حصاته الغيص بس عليه الحصى زين هذه العلوم احنا ما عندنا دين يعني ما نغوص بدين ما شيء لا الساحل يغوصون بدين الدين الذي اللي يحطون في البحر زين هالعلوم الطيبه ابو عبد الله كذلك ابو محمد ابو عبد الله علوم القلاف ان شاء الله راح نشوف لنا قلاف هالزمن الحديث ان شاء الله ان شاء الله يوشر لنا عامله حاضرين وان شاء الله نسافر بها ولا نشد بها غوص لا نخليها نخليها تحفل الحين عندنا عندي عامله عامله ضغوه ما شاء الله زين راح نرجع ذكريات ابو عبد الله ان شاء الله بعد ما نشوف لنا عامله ان شاء الله ان شاء الله حلبها باذن رب العالمين ان شاء الله جزاكم الله خير وما قصرتوا مشكورين ويعطيكم العافيه حياك الله ما قصرتوا جزاكم الله خير مشاهدينا الين هنا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه على السيفه وفي موضوع جديد حياكم الله. Get it!